يا بهمن، أسألك بالله وش هذا وش حبس؟ أسألك بالله خارجني من هذا البقاع يا بني أمه، حاكي قول لي خارجني. دائما تفعل الفعلة، تفعل المصيبة بعد. يا بهمن يا بهمن يا بهمن يا بهمن، بس من هذا الكلام. دلا دلا على الوليد، قول الحمد لله إنه قام بالسلامة ورجع بالسلامة. معلش والله انا قد افتجع فجعة ما يعلم بها الله، بصير كيف وش مصفر ساعة البرتقالة. شكلك نكست قوية يا ولدي. او يمه والنكسة نكست. طيب نكست نكس لما شنف انشع راسي. زي عندي تلك قطرة الحديد. ايوه. نف عليه والله لا يطير لك الفجعة كلها. افتح نكفك. الله عليك، الله عليك، الله عليك. حنا بنشع راسك، لا تقول لي ما هي المصيبة اللي قد فعلتها لنا، ما هي المصيبة. قالوا لنا سارق. سارق؟ صعب عنا. كسروا نكفه اللي يقول عليك سارق، من اللي قال؟ هم ليش اتهموك هذا التهمة؟ الشاحنة الذي كنت اشتريها طلعت مسروقة. وش معك عقلي يا ولدي؟ تشتري شاحنة مسروقة؟ انك الله دخل الله يا بابا، انا ما دري. أنت اشتريت منها شاحنة، ادالي اوراق مزورة. شليت الاوراق، ودي ان هذه اللي اشتريتها لا إدارة المرة علشان افعلك لي ملكية. وصلت لها انا شبحوني قالوا انت السارق. والبقاوش؟ مالي؟ الفلوس؟ أنا سلمتها لصاحب الشحنة المسروقة كلها؟ لا آخر يعني. رجال معنا يا قلك. يا ريدي والله على 20 مربوقة طريق ردع ضاعت فلوسك يا حمود، وضاعت فلوسك يا خليل، وضاعت فلوسك يا شاكر البلي البلبلة. بس أنت داري نجو مشتكوبك لعندي للبيت. أسألك بالله، قسما بالله، أسأل أمك من هنا لهنا يشوف فلوسهم. التزمت لهم قلت لهم أسبوعين أعرفوا فلوسكم من هذا الرأس. كيف يقع؟ كيف أسوي؟ من هنا أدي فلوس حلق الله. يا ربي لك الحمد لك الشكر، يا ربي لك الحمد لك الشكر، لك الشكر. ما أسوي يقول لي؟ أنا قلت ليش هذا ابنش دبور، والدبور في جبهته ماركة مسجلة. أيوة عشان كذا ابني غالي ما شاء الله، عشان كذا ماركة مسجلة. ما تسمون يا دنيا يا ابني، كل انت لك أكل عشان ما تجوعش، ما تدعلك ولا عدعشي عن خرجك.